تعالوا نروح لماتش الاهلي والزمالك. يلا نبدا بمحمد الشناوي. محمد الشناوي الفتره الاخيره بدا يبقى عليه كلام، يعني محمد الشناوي اللي دايما ما فيش حد يتكلم عن محمد الشناوي اللي شايل الاهلي، اللي شايل منتخب مصر، اعظم اللاعبين، تلاقي حد يقول لك اصله مش مركز شويه، اصله مش في مستواه، مستواه هبط، ما بقاش هو الحارس الكبير. ايه رايك في محمد الشناوي الفتره الاخيره ومحمد الشناوي؟ بص ما فيش كلام، محمد الشناوي انا بعتبره واحد من افضل حراس مرمى في تاريخ مصر. هايل ده قولا واحدا يعني. طبعا وده اللي عوض يعني بعد طبعا الفتره الكبيره بتاعت نادر السيد وبعدها الحضري فتره كبيره جدا. ده اللي خلاص دخل مكان الحضري وما شاء الله بقى له اكتر من 2018. صح انا بتكلم على المنتخب، هو طبعًا. النادي الاهلي من 2017 بدايته طبعًا. حقيقيه من 2017 لحد دلوقتي هو حارس منتخب مصر الاول وحارس النادي الاهلي. طبيعي ان طبيعي اي حد في الدنيا، خد بالك الشناوي النتائج مش مساعده النادي الاهلي، النتائج نتائج بقى الفرقه نفسها مش فالنتائج لما تبقاش مساعده كل الاتهامات بتروح لحارس المرمى وبتروح لخط الظهر وبتروح مش عارف للاعب كل اللعيبه يعني، بس بشكل عام بتروح اكتر شويه لحارس المرمى. فالنتائج هي مش مساعده مظبوط، انما لما تيجي تحلل، ما هو ده اللي كنا بنتكلم عليه في بدايه الحلقه، بنقول ان احنا لما نيجي نقعد ونحلل الاخطاء الاهداف هتلاقي اهداف صعبه جدا مش سهله. الاهداف مش صعبه، الاهداف صعبه جدا وممكن في بعض الاهداف يتحمل فيها جزء طبعا، انما لما نيجي نتكلم على الشناوي في الفتره الاخيره كلها ما يتحملش هدف بنسبه 100%. خطا بنقول له خطا فادح، خطا واضح جدا من الشناوي، ما فيش الكلام ده. الشناوي بيعمل مشاكل كتير كويسه جدا، بيشيل اهداف كتير جدا، بس للاسف النتيجه ما بتبقاش لصالح النادي الاهلي. صح، يا بيتعادل يا بيخسر، فالناس بقى تقعد تحمل. فطبعا ايه بيروحوا لمين؟ هو عاده خساره اي فريق في العالم طبعا بيتحملها المدرب وحارس المرمى. طبعا المدرب اول اثنين. ايوه، فانا عايز اقول ان الشناوي حارس مرمى، حارس مرمى كبير. طبعًا. الشناوي تراهن عليه في اي وقت. الشناوي يعني في اي وقت انت تبقى ملك قوي وانت بتتراهن عليه تبقى ضامن قوي الشناوي، لان الشناوي جول كبير. صح، والله مش بتكلم كده عشان انا اكيد يعني الشناوي ده يا جماعه جول جول جول، انا بعتبره من افضل زي ما بقول لك كده، جول كل المواصفات، مواصفات فنيه، مواصفات جسمانيه، مواصفات شخصيه. فانت جالك حارس بعد فتره كبيره جدا لعصام الحضري اكتر من 10 سنين جون منتخب مصر، لحد حصل بيحصل شويه غربله كده وبيحصل لحد ما بيستقر على جون عندك. فطبيعي ان الشناوي دلوقتي ما شاء الله مكمل مع النادي الاهلي، وشوف بقى البطولات اللي جابها مع النادي الاهلي قد ايه. عشان كده كنت بكلمك ان الجون ده لما يبقى كويس لا بيجيب لك بطولات. صحيح، جاب كتير بطولات للنادي الاهلي. صحيح، وجاب برونزيه للنادي الاهلي مرتين. فشويه لما يبقى النتائج مش مساعده، مش الشناوي بقى لوحده. احنا بنتكلم يعني مش عايز اتكلم على اخطاء فرديه طبعا، انا بتكلم بشكل عام. لو قعدنا نتكلم على اخطاء فرديه هنتكلم على اهداف من ناحيه اليمين مثلا، ممكن نتكلم طبعًا على اسماء مبيعين. احيانا هو نفسه الاهلي وجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي يتحدثون عن اخطاء دفاعيه كثيره في الفترات الاخيره. فالاخطاء الدفاعيه دي هي اللي بتوصل الكره للجون وهي اللي بتوصلها انت عارف لو النادي الاهلي بيكسب والشناوي بيخش فيه اهداف برضه ما كانش هيبقى الهجوم بالشكل. صح، ده او الانتقاد للشناوي بالشكل ده. صح، انما الشناوي جول كبير، جول يعني لازم نحافظ عليه. وما ينفعش ابدا طبعا، ما هو الانتقاد ممكن لما نيجي نحلل اخطاء وهنتكلم على اهداف ليش هنتكلم وهنقول للشناوي اخطا في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، في تحرك في تمركز في كذا، ده طبيعي في الكوره يعني، حاجه مش هتزعل. صحيح، انما ان انا بقى اوجه له بقى يعني انتقادات وان انا الشناوي لا الشناوي لا الشناوي ما شاء الله جول بيلعب بيأدي بشكل كويس جدا، عنده في بعض الامور زي ما بقول لك لها علاقه بالنتيجه مش علاقه باداء الشناوي، اداء الفرقه ككل يعني.